جوهرة اف ام. في الأمن والشرطة والحرس والديوانة والجيش الوطني هما أبنائنا المستبسلين في الدفاع عن الوطن. أنتم تشوفوا المواطنين الأخوة والأخوات كيف يبدأوا في ديارهم يشقوا فترهم هم موجودين هنا في الشارع باش يدافعوا علينا باش يدافعوا على الوطن. وهذا إيش معناها الروح النضالية وروح الوطنية متاع الأخوان متاعنا. نحب نشكرهم جزيل الشكر. أولا جيت باش نفطر معاهم ونشق الفترة معاهم. ثانيا نلقاهم كلهم استعداد، كلهم حاوية وكلهم حماس وكلهم ثقة في النفس أنه البلاد هذه بلاد أمانة في رقبتها. لكن بجياني أنا كذلك والأخوين الإداريين فما التحام، التحام بين المواطنين بين الشعب وكذلك القوات الأمن نتاعنا اللي يدافع على الوطن بكل بسالة. فحينئذ شعور فخر، شعور اعتزاز وشعور لا يوصف، خاصة معناها احنا في شهر رمضان الكريم نتمناه يعني شهر بركة وخير وشهر تقوى ونتمناه يعني مبارك على الناس الكل. لكن كذلك لقيت كل استعداد من الأمن والجيش نتاعنا اللي قاعد يدافع على الوطن ويدافع عن البلاد والعباد.